الكوكينج اليوم معنا دلال كنش. بونجور دلال. هاي تينا. ان شاء الله ابيض الحلو. ايه ثانك يو. في مناسبه. ايه سعيده. هابي بيرث داي. ثانك يو. عقبال ال 100. ثانك يو تينا. اكشلي الديسير عم نعمله اليوم كمان كثير مناسب للاعياد. صح نحن هلا لانه بعدنا بشهر رمضان وقادمين على اعياد حبيت اليوم اقدم وصفه تيراميسو بس هي مش تيراميسو العاديه اللي معودين عليها. ليه؟ لانه بدنا نشتغلها مع الحليب المكثف المحلي من نسلة يلي بده يعطي نكهه مميزه. اليوم عم نحكي على لوندو شاي اللي هن خصوصي للتيراميسو يلي بدنا نلطهم بالنسكافيه المدوب مع المي. فوالا. وبدنا نشتغل كريم على جنب يلي هي معموله من جبنه الماسكربون يلي مزجناها شوي بالشوكه طحناها. تيراميسو ما بتنعمل بلا ماسكربون. ما بتنعمل بلا. هلا في كثير تيراميسو على فواكه على بس انه نكون طلعنا شوي بس هي وقتها نقول تيراميسو كلاسيك. اليوم بدنا نستبدل الكريم فريش بالنسله الحليب المكثف المحلي يلي بده يعطي نكهه كثير طيبه ومميزه وبدنا نضيف لهم الكريم فريش يلي صارت كريم يلي خفقناها وبدنا نمزجهم سوا. بدنا نمزج الحليب المكثف المحلي من نسلة مع الكريم فريش يلي خفقناها بلس الماسكربون وبدنا نعمل بدنا نبلش نشتغل. طب رح ناخذ وقفه وبنرجع بنباشر بالشغل. اوكي لكن اعطينا لمحه سريعه عن وصفتنا اليوم تيراميسو داخل النسله حليب المكثف المحلى ولكن البيسكس بعضهم موجودين ان كان جبنه الماسكربوني البسكوي والقهوه اكيد وعلى الوجه بتحطي بودره الكاكاو. على الوجه بدنا نزين بدنا نعمله نص هلا بشوفوا كيف نص سكر بودره ونص كاكاو. حلو. أوكي. هلا تنبلش اول شيء بالخلطه. اليوم عم نشتغل على جبنه الماسكربون يلي يحيي هون خفقتها شوي لتطرى اكثر وعم نحكي على كريم فريش كمان خفقناها لتصير مثل كريم شانتيي. شو بدنا نعمل ومثل ما سبق وقلنا انه تتصير وصفتنا اطيب مضطرين انه نشتغل بالنسله المكثف المحلي اللي بده يعطي نكهه كثير طيبه لوصفتنا. شو بدنا نعمل تينا؟ بدنا نضيف النسله على جبنه الماسكربون نحركها شوي شوي. هيدي وصفه سهله مثل ما خبرنا مثل ما كل مره بنقول انه الحليب المكثف المحلي من نسلة بنشتغل فيه التشيز كيك تيراميسو الكنافه كثير من الوصفات الطيبه الكوكيز كثير من الوصفات يلي بدها تعطي نكهه طيبه ويلي هي وصفات سهله يعني ست البيت اللي بتطبخ او ما يعني بتطبخ كل الوصفات اللي عملناهم لحديت هلا هن وصفات كثير سهلين. صح لكن مثل ما هون عم نشوف عم نمزج نسلة حليب المكثف المحلي مع جبنة الماسكربون تيتماسكوا بدنا نتأكد انه تماسكوا سوا بده يصير المزيج ناعم بده يصير ناعم. صح لانه بتعرفي انت انه جبنة الماسكربون بتضل مبرغلة يعني قد ما هلا وقت تجمد نخفقها بعدين وقت تجمد بالبراد بتصير غير شيء. التيراميسو افضل ينعمل قبل بالنهار ولا مضطرين انه نشتغله قبل 3-4 ساعات ليشد ولا تشرب البسكوي النسكافيه ليتماسك. هلا شو بدنا نعمل؟ هنا بدنا نضيف كما هون عم بيشوفوا شوي شوي الكريم فريش المخفوقة كريم شانتيي الكريم شانتيي مش محلينا مش هيك؟ مش محلينا لأنه اشتغلنا بالحليب المكثف المحلي يعني منا بعازة لأكثر تبعت. حلو هلا اذا وضعناها بالبراد اشتغلناها وحطيناها بالبراد بتتماسك وبتقسى وبتاخذ بعدها اكيد. هلا
هلا يلي بحب الشوكولا فينا نضيف بالنص شويه شوكولا كمان تعطي نكهه طيبه. بس شفتي تينا هيدي وصفه كثير سهله. لكينا جبنة الماسكاربوني، كريم فريش مخفوقة مخفوقة، وحليب نسلي المحلى. دلع عنا شوي. بتاخدهم كلهم؟ بدنا تاخدهم كلهم، أنا عم سادع شوي لما يدهننا الوقت. هلا هون أكيد هون بدنا نودعها شوي بالبراد، بنكون بلشنا نشتغل قبل ما نشتغل فيها. إيه قبل ما نشتغل فيها لتتماسك شوي. بس إذا بتشوفيها منا كثير رخوة. لا منا رخوة. بتعرفي كل العالم بحبوا التيراميسو. يعني من الحلويات الطيبة السهلة المرغوبة. فوالا. هلا بهالوقت رح نوضعها شوي بالبراد. عظيم. دلال الجات أكتر الوقت بنشوف التيراميسو ب زيز شفاف، بس مش ضروري دائما نعمله بشيء مسكر. اليوم لانه نحن عم بتسائب انه هلا كل وصفاتنا هي الحلو، اوقات بنحطهم بفارين بكاسات صغيره، اوقات ببول كبير. اليوم حبيت هيك اطلع شوي من العاده واقدمها بجات، بس فينا نشتغلها بكاسات صغار او ببول اللي اشتغلنا فيه الاسبوع الماضي كمان، يعني الموس عملنا موس شوكولا فاني من نسلي. فينا نغير. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نصفصف كل بسكوي حد الثاني، واخر شيء بدنا نقطعهم شوي بالسكين ليطلع لنا مثل القالب. هلا بنشوفوا كيف. هلا هون ذوبنا نسكافيه مع مي وعم نغطس البسكوي. شو بدنا نشربهم منيح؟ بدنا نشربهم منيح، هن دغري بيشربوا. عجل شوي مثل ما هون عم بشوفوا. لا انت عم تقولي بدك تقصيها، فيك كمان ما نقصها، فينا ما نقصها، انه نخلي نعمل منظر هيك تبين طبيعيه. فينا ما نقصها، فينا نشتغلها مثل ما بدنا. فينا نفتفت البسكوي من بعد ما نودعهم بالنسكافيه. كمان مثل ما هن نفتفتهم نقطعهم يعني صغير ونودعهم بقلب فارين، او كمان نشتغلها بجات ترانسبيرون ابيض كمان بيطلع حلو. هيدي وصفه طيبه مسقعه، كثير مهم انه نسقعها وقتها بدنا نشتغلها. كم لاير بنعمل؟ انا شخصيا بحب طبقه واحده. طبقه واحده بس في منهم بحبوا اثنين، بس يعني مش اكثر من اثنين. مش اكثر من اثنين؟ لا، يعني انت هلا رح تحطي كوش بسكوي، كوش بسكوي وكريم. بس اذا الوقت بيساعدنا بنحط كوش ثاني. فينا نعملها بس كوش واحده، فينا نعملها اثنين كوش. بس دائما بنبلش بالبسكويت، ما بنحط كريم بالكعب. لا اول شيء البسكوي يلي مثل ما هون عم بشوفوا لطيناه بالنسكافيه المذوب مع المي. اكيد بيدخلها الكول فينا للاشخاص اللي بحبوا يلي بحبوا. وين بندخل الكول؟ بقلب النسكافيه والمي. لا هون فينا نحط لها روم، كونياك، او حيلا شيء نحن بنحبه. اوكي، مثل ما فينا كمان انه نوقف هون يعني. ولاحظت انه ما في بيض. ما في بيض؟ لا كمان هيدي شغله، هيدي وصفه طيبه كثير اشخاص ما بحبوا يتناولوا البيض الني. ما فيها بيض، فيها بس كريم فريش اللي هي كريم شانتيي، وجبنه الماسكاربوني اللي بدها تعطي نكهه، وما بدنا ننسى نسلي الحليب المكثف المحلي يلي بده يطيب وصفه. مثل ما هون عم بيشوفوا عملنا اول حلو. طبق من البسكوي. هلا بدنا نروح على البراد. بدنا نسكر البراد وبدنا نضيف طبق. يعني هيدي هول المقادير بيعملوا دو كوش. دو كوش كوشين. نرجع نذكر انه اذا هيدي صوص كانت جامده مسقعه بتكون جامده اكثر. ايه يعني كل ما حطيناها بالبراد كل ما بتجمد اكثر. فينا نكبر، فينا نصغر، فينا نشتغل مثل ما نحن بنحب. هلا
واساسي مثل ما قلت انه بعد ما نخلص القالب بنحطه بالبراد لفتره هيك يستكه كله كمان بياخذوا بعض ويشد كمان هيك الكريم بتشد. فينا نكبره، فينا نصغره، فينا نشتغل فيه مثل ما نحن بنحب. سو كمان مش كثير بنسميك بدنا نرجع عن جديد. هون بضلك نفس الاتجاه؟ بضلنا نفس الاتجاه. هذه وصفة سهلة مثل ما قلنا فينا نبرو الشوكولا بالنص كمان بيطلع طيب. قبل ما نعمل كوش تاني فينا نحط بيبيت دو شوكولا كمان بيطلع طيب. بس كثير مهم انه ناكلها مسقعة. وبتتقطع بسهولة كمان أكثر. قد ما تسقعت بالبراد قد ما صار فينا نقطعها. جربي شي مرة التيراميسو بالبسكويت السبيكولوس؟ سي بون ها؟ كثير طيب. هون بدنا نرجع نذكر شوي المشاهدين انه كل الحلويات يلي بنشتغلها ان كان اجنبية او لبناني او كثير طيب انه نستخدم معها الحليب المكثف المحلي يلي بيعطي نكهة كثير طيبة. بدنا نعمل الاراد الاسبوع الجاي معمول كمان بالنسله. معمول مد حلو. بدنا نعمل كوكيز. بدنا نعمل كثير من الوصفات طيبه يلي بتقولي انه معقول نقدر نحط لها حليب كثف. ويمكن كمان هالشيء بيهين الوصفه وبيسرعها وبيعطيها نكهه كثير طيبه. هون القهوة ما بتحليها مش هيك؟ ما بتحليها بتعطيها نكهة طيبة. على قد القهوة. عظيم. بعطيه وقت؟ ايه بدك نرجع نشتغل نغطيها بنغطيها بالاخر كوش كريم. وهيك لما نرجع بعد البريك فينا كمان هون ما نوقف فينا نرجع نكفي كمان نعمل كوش بسكوي يلي بحبها عالية. نرجع بنذكر انه فينا نعملها بقالب ازاز كبير كمان بتطلع حلو. او بفارين مثل ما نحن معودين قديم الحلو. ونرجع بنذكر انه بدنا نودعها بالبراد لتسقع لتجمد لوقتها نقطعها نقطعها مثل الجاتو. ومهم كمان اذا هيدي الخلطه اشتغلناها ووضعناها بالبراد لمده نص ساعه بتجمد اكثر، هيك ساعتها كمان بتسهل الشغل اهين علينا. بتكون متماسكه اكثر هيدي وصفة طيبة وسهلة يعني ناقصنا شمعة بلا كم شمعة؟ بعدني بخبرك ما بيساعوا بدنا نعمل واحد أكبر أنا أكيد بيساعوا ما بيساعوا هلا بدنا نقص شوي من الطرف كمان ولا أنا ملقيته حلو هيك خلص اذا اعطينا من ايده حلو حنتركه هيك على الهواء. هلا بدنا نزينه كمان بطريقه حلوه، خلينا نزيد بعد شويه فيري نايس. هيك شو حلو طالع. ميرسي صداقه، ضلك هيك.
فوالا. طيب شو قولك نحطه شوي بالبراد ليشد ونرجع نزينه هيك لما نرجع بعد البريك؟ يلا رح نقلنا نزينه نص بودرة الكاكاو ونص ونص سكر بودرة. صح. واكيد من بعدها بس دلال لما تحطي الكاكاو على الوجه او السكر المفروض دغري نقدمه مش هيك؟ ايه يعني ما فيها نرجع نقدمه على البراد. لا يعني قبل ما نقدمه بنزين نص كاكاو ونص سكر او فينا هون كله كاكاو فينا كمان شوكولا مبروش اسود كمان نغطيه كمان أوكي. بيطلع طيب بس ما بنحطه بالبراد لانه بيرجع بيرطب السكر والكاكاو. صح. لكن رح نحطه بالبراد وبنرجع معكم مشاهدينا بعد شوي تنكفي زينة التيراميسو. بنروح على البراد لكن التيراميسو حطيناه تيسقع شوي هلا اكيد هو بده وقت اكثر بكثير والمفروض نتركه شي 3 4 ساعات هلا اليوم لانه تينا حبته هيك ما قصيته بس بدي زينه سو هلا بتغطي نص تنقدر نغطي بالكاكاو بنقول اللي ما بحب الكاكاو في غطيه كله بسكر البودره مثل ما فينا كله بس كاكاو او شوكولا اسود مبروش بس هو بيلبق معه الشوكولا يعني ايه هلا هو الكاكاو ما بحب الشوكولا يمكن ما لازم ياكل تيراميسو افتكر قليل الناس ما بحبوا الشوكولا حلو هيدا اول نص هاي رانيا بونجور تينا هاي هاي اشتقنا لي جاي اعمل لكم زياره والله ايه اهلا وسهلا ولا بدك فاضيين ما دلال مكفيه وموفيه دلال انا جاي اقول لك هابي بيرثداي ثانك يو يا رانيا ميرسي بوكو قبل ال 100 ميرسي ان شاء الله دائما من نجاح لنجاح ميرسي رانيا وتينا من تيراميسو لتيراميسو اكيد دائما وان شاء الله شيء مالح هيك قريبا يعني يلا ان شاء الله بعد رمضان حنبلش نعمل موالح انا بدي اقول بس انه دلال هيك مثال بالشخص اللي حب يحقق حلمه ووصل للي بده اياه فان شاء الله الكل هيك يكون عندهم هالطموح ويوصلوا له حلو واو فينا نخليه هيك فينا نخليه يعني. هيك وفينا نحط عليه باودر شوغر ثاني ميله ثاني ميله محل الابيض نكتب دي نكتب دي بالكاكاو كثير حلو اكيد بعد ما يسقع بصير ينقص بسهوله اكثر مثل ما قلت بيطلع مثل قطعه جاتو مثل قطعه جاتو مثل فينا نقصه مثل الجاتو خي جولي وهلا اليوم حبيناه هيك يعني ما حبينا نضيف له السكر البودره شو رايك دلال يعني من روعه انا رح ارجع اكون معك الجمعه يلا نشتغل كمان ديسير نسلي بدنا نعمل شيء هيك طيب كمان ونتمنى لك نهار رائع ثانك يو كادويتي كثيره ثانك يو رائع ومن كافي مع لايف ضلكم معنا مشاهدينا